أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام تمام الكلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بسعته تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا مظلوما. آمين. أيها الإخوة، هذه ليلة من ليالي شهر رمضان، من الليالي الوتر، من الليالي التي يرى جمهور أهل العلم أنها ليلة القدر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرى ليلة 27، ليلة 27، فهي من الليالي التي في هذا الشهر، وهي من الليالي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه عليه الصلاة والسلام: كنت قد أريدها لكن خرجت، فإذا اثنان يتلاحى سببهم نوع من أنواع الخصومة فرفع الهمة. جمهور العلماء أخذ من هذا الحديث حديث من كان متحريا فيتحرى ليلة 23، جمهور العلماء على أنها هذه هي ليلة القدر. حتى سيدنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، ولما نقول سيدنا أبي بن كعب يعني هذا الرجل له في تاريخ الإسلام منزلة، أولا هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا هو أحد كتاب الوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يوما: إن ربي أمرني أن أقرأ عليك القرآن. أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: إن ربي أمرني أن أقرأ عليك القرآن. تخيل أن لو في هذه البلاد و يعني من صاحب السلطة أو المتنفذ رجلا كان أو امرأة، وجاءك من يعني يبلغه أنه يريد أو أنه يطلب منك شيئا أو أنه يبلغك بخبر، كم تكون سعادتك وكم تكون فرحتك إن يعني جاي لك هذا النداء وهذا الاستعاذة من هذه الجهة. فما بالك بقى رب العالمين سبحانه وتعالى ورسول صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي: ربي أمرني أن أقرأ عليك. سيدنا أبي يقول له: الله ذكرني لك، ربنا باسمي. ايه العظمة! سيدنا أبي ربنا باسمي، قال لك اقرأ على أبي بن كعب أنا؟ قال نعم. فلما يبقى تكون أبي بن كعب يرى أن هذه الليلة هي ليلة القدر، ليلة 27، والعلماء تبع له في هذه المسائل. صحيح أنا معاكم أنها في الليالي الوسط، وقد أبهمها الله تعالى حتى نجتهد، وهنقرا تاني وبكره وبعد بكره في 29 لسه امامنا، وبرضه هنقرا وبرضه هندعو يعني حتى لا تنقطع السلم القراءه، وبعد رمضان المفروض ان المساله تستمر. العلماء اخذ من هذا الحديث حديث سيدنا ابي في قوائم تانيه يعني اعمل مباراه عليها كده عشان حكايه ان تبقى ليله 27 ليله القدر يعني. يقول لك ان سورة القدر، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر. حد يعرف عدد كلماتها؟ 30 كلمة. حين يقول الحق سبحانه وتعالى: سلام هي، هي هذه الكلمة هي الكلمة رقم 27. عرفت عد: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك إلى الآخر. حين تصل إلى هي، كلمة هي ستجدها انها هي الكلمة 25. ده طبعا مش دليل لكنه قرينة يعني. في قرينة ثانية برضه العلماء هم طبعا السؤال ده يعني فتق اذهان الناس عشان يبحثوا ويدوروا ويستخرجوا من كنوزهم. يقول لك كلمة ليلة القدر
جاءت في هذه السورة ثلاث مرات: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، ثلاث مرات، وكل واحدة منهم عبارة عن تسع حروف. يعني كلمة ليلة القدر من عدة تسع حروف، وتكررت ثلاث مرات، فكانت ثلاثة تسعة. هذه أيضا قرينة، مش بنقول دليل، يعني قرينة. كل العلماء يعني القرآن الكريم جعلهم يبحثون ويناقبون. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أيوة، في كلام سيدنا عبد الله أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، نعم، في هذه القرائن ليلة القدر كلمة هي وإنها تسع حروف جدا بسيطة. ليس هذا كله الذي ذكرناه شيئا إذا ضاعت مثل هذه الليلة، أو إذا ضاعت أي ليلة. سيدنا علي بن أبي طالب يقول: كل ليلة لا بعث الله تعالى فيها فهي ليلة قدر، وكل يوم لا بعث الله فيه فهو يوم عيد. يعني لازم نبقى مين؟ إن ارتبطنا بالله سبحانه وتعالى في الطاعة عملا، وفي المعصية بعدا واجتنابا، هو ده المهم. مش المهم ان دي تبقى ليلة قدر واحنا بنلعب، مش المهم ان ده يبقى يوم عيد واحنا بنلعب وبنلعب. سيدنا عمر بن عبد العزيز ذكروا انه وجد ابنا له في يوم العيد، هو خليفه امير المؤمنين، فتح الديوانيه بتاعته يوم العيد والناس هاي بتسلم عليه ويقول كل سنه وانت طيب، فلما حب اللي جايين فوجد عليه ثوبا خلق، خلق قديم اربع، وده يوم عيد المفروض انه يعني زي ما بيقولوا يبقى لابس اللي على الحرب، يعني بعد تحت الخليفه من امير المؤمنين. ساعة ما شافه كده سيدنا عمر وهو بيسلم عليه وعلى يقول له: يا بني اخشى ان ينكسر قلبك اذا راك الصبيان. يعني بقى ولاد عربك الناس من نوعيه لابسين، وانت ابن الامير ابن الخليفه عليك المكتوب ده: اخشى ان ينكسر قلبك اذا راك الصبيان. قال له: شوف الابن الموفق، شوف في هذه السن، شوف الاجابه بتاعته. يقول له: يا ابتي، وانا عاوز ولادنا كلهم يسمعوا الكلام ده، يا ابتي انما ينكسر قلب من احرمه الله رضاه او عق امه او اباه، واني لارجو من الله ان يكون راضيا عني برضاك عني. كان يريد يا شيخ؟ نعم. كرر تاني يا شيخ والله. الله يتوب يا رب. يقول الولد ابن الخليفة صاحب الثوب القديم الممزق في يوم العيد، أبوه بيقول له: خشيت أن ينكسر قلبك إذا رآك الصبيان، أنت لابس اللبس ده. قال: يا أبت، شوف الكلام يعني يكتب بماء الذهب، يا أبت إنما ينكسر قلب من أحرمه الله رضاه أو عق أمه أو أباه، وإني لأرجو من الله أن يكون راضيا عني برضاك عني. قالوا: قبله بين عينيه، فكان من أحسن الزهاد بعد أبيه. يبقى المسألة مش حكاية إن إحنا نعرف إن ليلة القدر بنلعب، مش حكاية إن إحنا نعرف إن ده يوم عيد وبننام جوه بلد. كانوا زمان رجل من الصالحين قدر فضيل العيار في يوم العيد، والناس تتزاحم على الصفوف الأولى، فهو معروف من الصالحين يقول هناك منكسر القلب كده واحد في زاوية بعيد، فبيقول له: تعال تقدم الصفوف، انت مكانك هنا قدام. قال: هذا يعني مكان هذا اللي في الامام انما هو يوم الجائزه لمن وفقه الله في الطاعه والصيام. يعني اليوم ده وانا بعيد زي ما شفت الحديث يوم الجائزه. انا اطلع قدام اما اكون حاسين بتوفيق الله تعالى ليا في الصلاه والصيام والقيام، وان اليوم لنا عيد.